كانوا حتى على العود ديال عبد الحليم، والعبد الحليم كانت كذلك عندك علاقه خاصه وقويه. وانا خديت من مذكرات الطبيب الخاص ديال عبد الحليم حافظ اللي هو الدكتور عيسى هشام، وكان في المذكرات ديالو كان كتب واحد، كان شهر واحد اشاره لهذه العلاقه الخاصه، وكتقول طبعا انا خديته غير واحد مقطع صغير. لقد كان محمد مرجي وهو اكبر مصور صحفي بالمغرب من الاصدقاء الحميميين للراحل عندليب عبد الحليم حافظ رحمه الله، الذي كان كلما قدم الى المغرب الا واتصل به وحل ببيته الذي كان قبلة لكبار الادباء والفنانين. كان المرحوم عبد الحليم حافظ يكن لمراجي حبا خاصا بصفته فنانا مرهف الحس ويعشق الفنون والادب بمختلف ضروبها. في فاتح يناير 1960 كانت المرة الاولى التي يلتقي فيها عبد الحليم بهذا المصور الذي أصبح فيما بعد مشهورا بالمغرب. أثناء الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة تدشين السد العالي بأسوان بحضور فخامة الرئيس جمال عبد الناصر، وكان كذلك ملك المغرب المغفور له محمد الخامس الذي قدم إلى مصر خصيصا لتشريف هذا الحدث الكبير. طبعا هذا كلام جميل حقا في حقك. ثم من هنا كنقولوا كذلك كاين واحد العود اللي فيه هذاك الديديكاس ديال عبد الحليم اللي عطاه لك مرجي، الفنان الرجل الشجاع الذي قام بأروع الأعمال الفنية في حرب أكتوبر في سيناء والجولان. أحيي فيه. يضيف طبعا عبد الحليم حافظ كيقول أحيي فيه هذه الشجاعة راجيا من الله أن تتحرر كل الأراضي العربية وأن يصورها هو بنفسه. طبعا كان هذا وقال لك في الأخير صديقك المخلص عبد الحليم حافظ، كان ذلك 17 أكتوبر عام 1973. يعني سيلوغ كما تيقولوا زعما، يعني ما سهلش هذا الكلام وهذا. نرجع للعود ديال بليغ حمدي. بليغ حمدي كان من الأصدقاء ديالي طبعا، واللي قدموا لي هو عبد الحليم حافظ. بليغ حمدي تعرف على عبد الحليم حافظ، تعرف على بليغ حمدي في تقريبا 65 66، بحيث اللي كان تيلحن بزاف لعبد الحليم كان هو كمال طويل. ومن بعد ظهر بليغ حمدي بقطعه، اول قطعه اللي عطاها السيد الطرب العربي ام كلثوم كانت في عام 1959، ولحن لها القطعه ديال انساك ذا كلام انساك يا سلام. هذه اول قطعه ديال بليغ حمدي للسيد الطرب العربي ام كلثوم. ف بليغ حمدي صبح من الاصدقاء ديالي طبعا، وهذا العود اللي شفتي مصاوب وصغير، ما نساوش ما بليغ حمدي كان قصير القامه وتصاوب خصيصا ليه، وكان عزيز عليهم بزاف. فعندي في الدار بقى معايا حتى لشي 6 الصباح، بحيث غادي ياخذ الطياره ديال القاهره مع 8، بقيت انا اللي وصلت للمطار. وديك الليله علاش جابوا معاه للدار؟ قال لي غادي نسمعك قطعه جديده ديال ام كلثوم. وشنو هي القطعه هذيك الوقت؟ هي الف ليله وليله ديال ام كلثوم. ولحن وضربها بالعود عندي، وانا مشيت لها بشريط صغير هو عندي. ففعلا ملي سافر مشيت معاه للمطار، قال لي مراجي ما عرفتش اش نهدي لك، ما فهمتي لي انت صديقي كذا كذا. قال لي الا قبلتي العود نعطيه لك. قلت له مرحبا، راه عليا هو الاول. ودار عليه ديك الكلمه والخط الطياره مشى في حالته. هذا بليغ حمدي. تفضل سي فؤاد. فؤاد عنده شي مداخله؟ ان كما اسلف الحاج محمد هو رجل مبادئ، كيف يعقل هدية بهذا الوزن؟ نعم. وبهذا القيمة، وخي فيها الملايير لا هي ولا المنديل. أنا قلت في الأول، نعم، رجل تاريخ، رجل مبادئ، تشبث بال 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 بالمبادئ أكيد صحيحة. يعني سي فؤاد أكيد على ذكر بليغ حمدي، من غادي نبغيو نسمعوك في شي أغنية ثانية سأهديها للحاج محمد، وتكون ديال بليغ حمدي إن شاء الله. بخصوص عبد الحليم، رجعوا لعبد الحليم. عبد الحليم، عبد الحليم. عبد الحليم حافظ كما قال الدكتور هشام الطبيب ديال المغفور له عبد الحليم، تعرفت عليه أول مرة في عام 1960 في أسوان. أسوان هذا سد عالي، سد كبير كان في مصر، وشنو جمال عبد الناصر الرئيس ديال مصر ذاك الساعة، وكان معاه جلالة المغفور له محمد الخامس، اللي هذيك الزيارة أنا كنت فيه، واللي كان فيها الحج هضرنا عليها قبيلة خيار. تما كان عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، سعاد محمد، عبد المطلب، يعني جميع الفنانين المصريين ونجاة الصغيرة كلهم كانوا في ديك الليلة. شادية يعني شادية وصباح، يعني كلهم كانوا. مع كل أسف يعني هذا البرنامج باش ديال اسمه، ولكن كان الوقت فين يعني هاد الصور كلهم نبينوها.
المهم هذا أول مرة تعرفت على عبد الحليم. فعبد الحليم حافظ جاء العام 1962 جاء المغرب، جاء الزيارة وبقى فيها أربعة ديال الأسابيع، ثلاثة الأسابيع بالضبط. جاء الدار البيضاء وجات مع سعاد حسني، يوسف وهبي، نجاة صغيرة، الفرقة المسيحية كلها، وجا للدار البيضاء وسكن في واحد لوتيل في الدار البيضاء. فتقريبا ثلاثة الأسابيع اللي داز دوز فيهم النص غير في الدار البيضاء بوحدها. ديك الساعة أنا ما تنفرقوش، بقيت معاه. قال لي شوف، بغيتك تبقى معايا في الزيارة ديالي كلها وتاخذ لي الصور، ومن بعد غتجيب لي الصور، ولكن غادي نخلصك. بغيتك تجمع لي جميع الصور ديالهم لي بالالوان، وعملت لي صور رائعه. نعم. ولا صديق ديالي مادام لوطيل كان قريب للاستوديو عندي في الدار البيضاء، في نص النهار الاخر ما تيخرج من لوطيل تيجي عندي ويجلس معايا باقي عقل، ديما تنطيب له اتاي وتيقول لي عندك تنسى ما ديرش لي فيه الشيبه. نعم. دائما عبد الحليم حفيظ رحمه الله ما تنساش دير لي فيه الشيبه. فالصدقه ديالي في الواقع بدات من هذا 1962 ومشات الى حتى مشى عند الله سبحانه وتعالى. طيب اكيد احبائنا الكرام الحديث شيق معك، وحنا اليوم راه كثرنا شويه من النظره لان هذا حديث ممتع وفيه استفاده طبعا، ومن وتاريخ، هذا التاريخ شيخ كما قلت. شكرا فاتن، ان شاء الله نتمنى لك حظ موفق ومسيره طبعا موفقه في الميدان الفني. نعود طبعا كنا سمعنا هذا الاغنيه السيده ام كلثوم من الحان محمد عبد الوهاب. على ذكر عبد محمد عبد الوهاب فاكيد انك عشت معه وكذلك من خلال اللقاءات اللي كانت بيناتكم، من خلال بعض الصور اللي التقتها بعض المناسبات. ثم كاين مثلا حتى اللقاء اللي كان جمع بين عبد الوهاب وعبد الحليم. محمد عبد الوهاب كان اولا عاشق بلادنا، عاشق المغرب، كان يجي للمغرب وكان سعيد دائما يكون في المغرب. انا كنت في القاهره في ستينات، وطبعا لما عبد الحليم حافظ اصبح صديقي فيما توصلت انا عيطت له في التليفون وتمشي عنده، فعرض عليا مشيت عنده للدار، قال لي اجي عندي اليوم، راه مقصرين معايا بعض الاصدقاء. فعلا خلطت على الدار، لقيت عنده محمد عبد الوهاب، عبد السلام نابلسي، كمال طويل، مدير جريده الاهرام، وبعض الاصدقاء اخرين. نعم. فتعشيت معاه في ديك العشيه عنده في الدار، وفي نفس الوقت كان عبد الحليم حافظ مع محمد عبد الوهاب تيوجدوا الفيلم اللي غادي يدور ديك الساعه، الفيلم اسمه خطايا. وهذا الفيلم خطايا محمد عبد الوهاب غادي يلحن جوج ديال القطع لعبد الحليم، وحده فيها تيقول فيها قول لي حاجه، وحده ديال لست ادري ديال ايليا ابو ماضي. طبعا فهذه المناسبه فاش تلاقيت مع محمد عبد الوهاب وجلست معاه وقصرت معاه وضحكت معاه، ومن ديك الساعه بدا تيجي للمغرب وكنت دائما تنكون معاه، وهذا هو اللقاء ديالي اللي كان. طبعا هو كان دائما قال لي تعرف عليه وانا كان كيخاف من الطياره. فعلا محمد عبد الوهاب كان شويه كما تيقولوا الفرنسيه مانياك، كان تيخاف من الطياره، كان الا ما كلش في دارو ولا ما كانش معاه الطياب ديالو اللي يطيب له الماكله ديالو ما تياكلش. على حد انه العشيه فاش كنا تعشينا عند عبد الحليم، فاش تعشيت معاه في الدار، محمد عبد الوهاب ما تعشاش معنا، بقى جالس في الصالون حتى سالينا، عاد جينا جلسنا مع بعض. فؤاد على ذكر الطياره مع عبد الوهاب الله يرحمه، سولوه قالوا علاش انت هذا الخوف كله من ركوب الطائره؟ قال لهم انا ازاي اركب علبه البطيره في الهواء. اكيد نبغيو نسمعوا كذلك فؤاد الزبادي شي حاجه البليغ، بما ان طبعا حنا ميكرو الحاج محمد مراجي. نعم. الانسيكلوبيديا الكبيره ديالنا. يلا تفضل فؤاد الزبادي واغنيه متى اشوفك.